ننتقل إلى باب آخر من الأبواب الفقهية، وهو باب إحياء الموات. باب إحياء الموات وليس باب إحياء الموتى، هذاك في العقيدة. باب إحياء الموات. طيب، أذكر لكم الشرح قبل القراءة. إذا قيل ما الأرض الموات، فقل هي الأرض المنفكة، هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم، هي الأرض المنفكة عن الاختصاص وعن ملك المعصوم. فكل أرض منفكة عن هذين الأمرين فليست بمختصة في منفعة معينة ولا يملكها رجل معصوم، فإنها تسمى بالأرض الموات. والأرض إذا لم يكن لها مالك ولم تكن مختصة فهي ميتة، فالأرض إنما يحييها الاختصاص أو تملك البشر لها. أما إذا لم يكن تكن مختصة أو لا يملكها أحد فإن الفقهاء يسمونها بالموات. هذه الأرض الموات ملك لمن سبق إليها وأحياها بحكم الشرع، بحكم الشرع. فكل من سبق إلى هذه الأرض الموات وأحياها فإنها تكون له. وكأني بكم قد أشكل عليكم مسألة مختصة، وسوف يأتينا فيها قاعدة توضحها توضيحا كاملا إن شاء الله، فلا تستعجلوا عليها. وقد دل الدليل على أن كل من أحيا أرضا ميتة فهي له بحكم الشرع، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ليست لأخيه فهي له، وفي رواية ليست لأحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقال صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض موات فهي له. وقد اتفق الفقهاء على هذا الحكم ولله الحمد والمنة. ويدخل هذا الباب تحت قاعدة من سبق إلى مباح فهو أحق به. وقد حكى الإجماع على ما قررته لكم الإمام ابن المنذر والإمام ابن قدامة في المغني، فقد نصوا على أن كل من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاص وعن ملك المعصوم فإنها له. وفي باب إحياء الموات قواعد، وفي باب إحياء الموات قواعد. القاعدة الأولى: الإحياء مرده العرف، الإحياء مرده العرف. وهذه القاعدة تجيب عن سؤال: بما يكون إحياؤها؟ بما يكون إحياؤها؟ الجواب: إحياؤها يرجع إلى الأعراف، بمعنى أن ما عده الناس إحياء في عرفهم فهو الإحياء المعتمد في ذلك. ولذلك قال الناظم: والعرف معتمد بإحياء لها. مثال ذلك: إذا أحاطها بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط أرضا، من أحاط حائطا على موات فهي له. فإذا أول شيء يحيي الإنسان الأرض بها أن يحيطها، أي يسورها بسور منيع. ومنها أيضا إذا حفر فيها بئرا واستخرج ماءها، فكل من حفر بئرا في أرض فقد أحياها. ومنها كذلك إذا أوصل لها الماء من خارجها، كأي تكون أرضا مواتا قريبة من نهر أو من عين، فيحفر من النهر أو العين طريقا يوصل به الماء إليها. ومنها أيضا وهي صورة غريبة أن يحجز الماء عنها لينشف، كأن تكون أرضا قد ساحت بنهر أو فيضان فيحجز عنها الماء من ها هنا وها هنا حتى تنشف وتصلح للزراعة. فإذا تنشيفها من الماء إحياء لها. ومنها كذلك أن يزرع فيها أو يبني، فالبناء في الأرض إحياء لها والزراعة فيها إحياء لها. والمرجع في ذلك أيها الإخوان هو العرف، فكل ما عده العرف إحياء فهو الإحياء المعتمد. هذه القاعدة الأولى، فالإحياء مرده العرف. القاعدة الثانية:
المملوك لا يملك بالإحياء، المملوك لا يملك بالإحياء، صح ولا لا يا جماعة؟ فلو أن أرضا يملكها شخص وهي أرض ليس عليها بناء ولا غراس وليس عليها شجر وأرض مقفرة ليس عليها حائط ولا سور ولكن يملكها رجل، فلا يجوز لك أن تقول هي أرض موات. لماذا؟ لأنها أرض مملوكة حتى وإن لم يباشر إحياءها، فلا شأن لك بأموال الناس يحيونها أو لا يحيونها، يبنون عليها أو لا يبنون عليها. فبما أنها مملوكة لذي عصمة أي لرجل معصوم فإنها لا تملك بالإحياء حتى وإن كان ذلك الرجل كافرا لكنه معصوم الدم كالكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد، فكلهم ممن حكم الشارع عليهم بعصمة الدم والمال، فإذن لا حق لأحد أن يحيي أرضا لكافر لأنها مملوكة لرجل معصوم والكافر معصوم الدم والمال. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فلا حق لأحد أن يعتدي على أراضي الناس وأن ينتزعها منهم، فإن ذلك والله من الظلم العظيم، إلا في حدود ضيقة وضرورات معدودة عدها الفقهاء على الأصابع. القاعدة التي بعدها: لا أثر للدين في الإحياء، لا أثر للدين في الإحياء، لا أثر للدين في الإحياء. ولذلك قال الناظم: من مسلم أو كافر في دارنا أو دارهم سيان يا إخواني. فإذا أحيا الكافر أرضاً ميتة في بلاد المسلمين فهي له، وإذا أحيا المسلم أرضاً ميتة في بلاد الكفار فهي له. فإذا لا شأن لنا بدين من أحياها، وإنما الشرط في إحيائها. فإذا أحيا الأرض الميتة بما جرى العرف بإحيائها به فإنه يملكها، سواء كان مسلماً في بلاد كفار أو كافراً في بلاد مسلمين. ومن القواعد أيضاً من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به. وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، ومن أدلتها حديث نافع قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مكانه ثم يخالفه فيجلس فيه. فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، بل وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم على بيع أخيه، لأن أخاك الأول سبق إلى البيع فلما تزاحمه فيه. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة المسلم على خطبة أخيه، لأن أخاك الأول سبق إلى هذه المرأة وخطبها فلما تسبقه أنت. فكل من سبق إلى مباح فهو أحق به، وبناء على ذلك فالذي يسبق لهذه الأرض الموات هو أحق بها إذا أحياها الإحياء العرفي المعتمد، ولا حق لأحد أن ينازعه أو يتقدم عليه في شيء من ذلك. وإذا سبق الإنسان إلى مكان في البرية فلا حق لأحد أن ينازعه فيه، وإذا سبق ببهائمه إلى حشيش أو كلأ في البرية فلا حق لأحد أن ينازعه فيه، وإذا سبق إلى مكان على الشواطئ أو في الحدائق العامة فلا حق لأحد أن ينازعه فيها، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. ومن القواعد أيضا: كل أرض مختصة فلا تملك بالإحياء، كل أرض مختصة فلا تملك بالإحياء، وهي القاعدة التي قلت لكم سأشرح معنى الاختصاص فيها. كل أرض مختصة فلا تملك بالإحياء، ماشي؟ كل أرض مختصة فلا تملك بالإحياء، ومعنى ذلك أن هناك لكل بلد اختصاصات فيما جاورها، فهذه أرض مختصة بأن تكون مرعى لأهل البلد، فإذا هي مختصة بالرعي، وهذه أرض مختصة بأن تكون واديا لأهل البلد، وهذه من اختصاصات أهل البلد في كونها متشمسهم أو مستظلهم أو متنزههم في بريتهم. فإذا تجدون كل بلد لها بعض الاختصاصات فيما جاورها،
فبعض الأراضي تعتبر مراعية لأهل البلد، وبعض الأراضي تعتبر أودية وسيولا لأهل البلد، فلا حق لك أن تأتي لمزارع لمراعي الناس ثم تحييها فتفسد رعيهم، أو تأتي إلى أودية الناس فتحييها فتفسد عليهم سير مياههم وأوديتهم. فهذه أراضي لا يملكها أحد، لكن فيها اختصاص لأهل البلد. فهمتم هذا؟ وأضرب لكم أمثلة حتى تتضح لكم. منها مثلاً الطرقات، فلا حق لأحد أن يقطع طريقاً ويقول هذا سأحييه. لماذا؟ لأن الطرقات من اختصاص البلد، من منافع البلد. فإن قال إن الطريق لا يملكه رجل معصوم، نقول نعم، انفك عن ملك المعصوم، لكن هو مختص بالبلد، مختص بمنافع البلد. فالطرقات التي في البلد أو ما حولها لا يجوز التعدي عليها بالإحياء، لأن منافع هذه الطرقات مختصة بهذا البلد. واضح المثال؟ ومنها كذلك المراعي المحيطة بالبلد، المراعي المحيطة بالبلد التي إذا نزل عليها الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فلا حق لأحد أن يأتي ويحيي هذه الأراضي ببناء أو غير ذلك ثم يمنع الناس من الرعي فيها. فهذه مراعي أهل البلد التي يرتفقون بها في رعي مواشيهم، فهي مختصة، فإذن هي ليست منفكة وإنما هي مختصة. ومنها كذلك مجاري الأودية والسيول ومصاب الأنهار، هذه كلها من مرافق البلد العامة والتي هي ملك لأهل البلد، فهي لهم ومنافعها لهم، فلا يجوز الاعتداء عليها أبدا. أرأيتم عدل الإسلام؟ ومنها أيضا المتنزهات خارج البلد والقريبة منه وما جرى عرفهم بالتنزه فيه، هذه لهم لا يجوز الاعتداء عليها، منتزهات البلد. ومنها أيضا مطرح قمامة أهل البلد، يعني اعتاد أهل البلد أن يرموا زبائلهم وقمامتهم في هذا المكان، فهذا من جملة خصوصياتهم، فلا حق لأحد أن يأتي ويمنع الناس من رمي القمامة ويقول هذه أرض سوف أحييها. فالغالب أن كل أهل بلد يخصصون مساحات من الأماكن البعيدة عنهم يجعلونها ملقا لكنائسهم ولا لا، فهذه من خصائصهم. ومنها الشواطئ، الشواطئ وهي المسمى بحريم النهر أو البحر أي قريبا منه، فهذه لا يجوز لأحد أن يتملكها، لأن تملكها سيحرم الناس من الارتفاق والقرب من المياه، من مياه البحر. والخلاصة أن ما كان مختصا بالبلد فهو ملك لأهل البلد، لا حق لأحد أن يتملكه، أن يتملكه لا بإحياء ولا بغيره. إن شاء الله واضحة القاعدة. طيب، ومنها أيضا من القواعد من ملك أرضا ملك جوفها وسماءها، من ملك أرضا ملك جوفها وسماءها، فيملك جوفها إلى الأرض السابعة ويملك سماءها إلى السماء الدنيا، فإن من ملك شيئا ملك قراره وسماءه، فما في هذه الأرض التي ملكتها من معادن أو فضة أو ذهب أو زرنيخ هو نوع من المعادن أو حديد أو ألماس أو بترول أو غاز أو حديد أو رصاص أو كحل أو جص أو غير ذلك من المعادن، فكلها ملك لك، لا حق لأحد أن ينازعك فيها أبدا، ولك الحق أن تعلي بناءك إلى السماء الدنيا، لأن جميع ما على الأرض من السماء فهو لك، وجميع ما تحت الأرض إلى الأرض السابعة فهو لك بنص الشرع، ولا أحد يستطيع أن ينازعك فيه ولله الحمد. ومن القواعد أيضا، انتبهوا لها القواعد الجميلة مفيدة جدا، الأصل في المباحات العامة الاشتراك وعدم الاختصاص، الأصل في المباحات العامة الاشتراك وعدم الاختصاص. ونعني بالمباحات العامة أي ما خرج بفعل الله عز وجل أو ما وجد بفعل الله عز وجل ليس من صنع الآدمي نفسه، كالحشيش في البرية فإنه مباح لكل أحد، فلا حق لأحد أن يحيط أرضا ويقول هذا الحشيش لي
مع أنه لم يستنبته ولم يزرعه هو، وإنما زرع بفعل الله عز وجل. فالناس شركاء في ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء والكلأ والنار، الماء والكلأ والنار، وهو حديث صحيح. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، كأن يأتي إنسان إلى ماء النهر ويقول: لا حق لأحد أن يشرب منه إلا أن يدفع ثمنه، فنقول: هذا ليس نهرك ولا نهر أبيك. وكذلك العين الكبيرة لا حق لأحد أن يحيط عليها حائطا ويمنع الناس من الشرب منها إلا بأجرة، لكن لو أن الإنسان هو الذي حفر البئر بنفسه وكلفته هو، فحينئذ لك الحق أن تبيع لأنك متكلف في حفرها. لكن ما وجد بفعل الله عز وجل من الكلأ فلا حق لك أن تختص به، بل هو شركة عامة. وما وجد من الماء بفعل الله عز وجل كمياه العيون والأنهار والمستنقعات الكبيرة، هذا وجد بفعل الله عز وجل، فمن الذي جعل لك الحق أن تختص به؟ فالناس شركاء في هذه المباحات العامة، هذا من عدل الإسلام، هذا من عدل الإسلام. فالناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. بل اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل يمنع الناس من فضل ماء على ظهر الطريق، على ظهر الطريق يمنعهم أن يشربوا، وهو ليس ماءه ولا ماء أبيه، وإنما ماء وجد بفعل الله عز وجل. ثم قال الناظم بعد ذلك، انتبهوا، قال: والبئر إن كانت هنا عادية فحريمها 50 بالحسبان، أعني ذراعا من جوانبها، وإن بادية فالنصف بالبرهان. هنا لفظتان لا بد من فهمهما: البئر العادية والبئر البادية. البئر العادية هي البئر التي حفرت قديما ثم طمرها الطين، لكنها محفورة من زمن قديم. والبئر البادية هي التي حفرت الآن، فهمتموها؟ فإذا قيل لك: ما البئر العادية؟ قل: هي البئر التي حفرت قديما ثم طمرت. وإذا قيل لك: ما البئر البادية؟ قل: هي البئر التي حفرت الآن. اسمعوا يا إخواني، قضى الشرع، انتبهوا لي، قضى الشرع أن من أعاد حفر بئر قديمة فإنه يملك 50 ذراعا كدائرة عليها، فيأخذ من شمالها 50 ذراعا فهي حق له، ويأخذ من جنوبها 50 ذراعا وحقا له، يعني يدير عليها دائرة بمقدار 50 ذراعا، والذراع من أول هذا الطرف إلى هذا الطرف، هذا الذراع. فيحسب 50 ذراعا من البئر وما جاورها، هذه هبة له من الله عز وجل. من حفر بئرا عادية فله 50 ذراعا عطنا لماشيته. وأما إذا كانت البئر جديدة فإنه يملك من حريمها، أي يملك مما حولها، نصف ذلك، أي 25 ذراعا. فإذا كانت البئر عادية ف50 ذراعا، وإذا كانت البئر بادية ف 25 ذراعا. وقد وردت في ذلك مجموعة من الأحاديث تصل بمجموعها إلى درجة الاحتجاج. لكنه الآن لم يحيي أرضا وإنما أحيا بئرا، فإذا أحيا بئرا عادية قديمة فيملك مما حولها 50 ذراعا، وإذا حفر بئرا جديدة في أرض فيملك من حريمها 25 ذراعا. هذا معنى قول الناظم: والبئر إن كانت هنا عادية فحريمها 50 بالحسبان، حريم الشيء ما جاوره، حريم الشيء ما جاوره. ولذلك سميت الحرمة حرمة، لأنها تجاور زوجها دائما في حياتها، فهي حرمتك لأنها مجاورة لك. طيب، قال: أعني ذراعا من جوانبها، وإن بادية فالنصف بالبرهان. ماشي يا جماعة، أظن وضح البيت. طيب، عندنا مسألة خفيفة، بارك الله فيكم. هل يشترط في الإحياء إذن الإمام؟ هل يشترط في الإحياء إذن الإمام؟
أجاب الناظم بقوله بالإذن أو عدم فيستويان. انتبهوا، فإذن الأصل أن كل من أحيا أرضاً ميتة فهي له بإذن الشارع، فلا نحتاج مع إذن الشارع إلى إذن الحاكم، ولكن كان هذا في الزمان الماضي. أما الآن فأنتم تعرفون أن كثيراً من الأراضي يظنها الناس مواتاً وهي عند عند الحاكم ليست مواتاً، لأن كثيراً منها مختص بوزارة الدفاع، مختص بوزارة الصحة، مختص مثلاً ببعض الجهات الحكومية. فالدولة تقتطع كثيراً من الأراضي البيضاء وتجعلها مرافق لجهاتها الحكومية، فقبل أن تحيي أرضاً لابد أن تراجع نظام الدولة، هل هذه الأرض قد اقتطعها الحاكم لبعض مرافق الدولة أو لا؟ فصار النظام عندنا في بلادنا أن الإنسان لا يضع يده على أرض ليحييها إلا بعد مراجعة البلدية، حتى ينظروا في مخططاتهم وينظروا فيما في مرافقهم، ثم بعد ذلك يقول نعم هي مختصة أو غير مختصة. أنتم فهمتم هذا؟ فإذا لا يشترط إذن الإمام باعتبار الأصالة، لكن على حسب النظام لابد من إذن الإمام حتى لا يكون إحياؤك لأرض مختصة بالبلد أو مختصة ببعض مرافق الدولة. عندنا مسألة أخرى، وهي إذا كانت المزارع تسقى من النهر فكيف يكون السقي؟ الجواب يسقي الأقرب فالأقرب، فيفتح ماء النهر على المزرعة الأولى ويحجز عن الثانية، فإذا بلغ ماء النهر في الأولى على قدر الكعب، يعني على قدر الكف هكذا، حينئذ نفتحه للمزرعة الثانية حتى يكون على قدر الكعب، ثم نفتحه على المزرعة الثالثة وهكذا. ولذلك قال الناظم عندكم، قال والسقي بالترتيب، قال والسقي بالترتيب من نهر ومن عين بلا ظلم ولا عدوان. مثل المساني عندنا يا أبو محمد، تشرب المزرعة الأولى ثم المزرعة الثانية ثم المزرعة الثالثة ثم المزرعة الثالثة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. عندنا قاعدة مفيدة جدا ولعلنا نختم بهذا الباب، للإمام حماية ما في حمايته مصلحة للمسلمين، للإمام حماية ما في حمايته مصلحة للمسلمين. أعيدها مرة ثالثة، للإمام أي للحاكم، حاكم الدولة أو الرئيس أو السلطان أو الملك، حماية ما في حمايته مصلحة للمسلمين، وهو معنى قول الناظم يا إخواني وله حمى المرعى وإقطاع لمن يحييه بالآبار والحيطان بتملك وبغيره، وكذا له منع اصطياد يا أخ العرفاني. إذن كل هذه من خصائص الإمام، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله، فكل ما في حمايته نفع للمسلمين فللإمام أن يحميه، وليس له أن يختص بشيء من الحمى لخاصة نفسه، وإنما هو للنظر في مصالح المسلمين العامة. وعلى ذلك فروع، منها مثلا لو فرض أن ولي الأمر اقتطع لبعض مرافق الدولة أراضي شاسعة وقال هذه لمرافق الدولة المعينة، فنقول نعم له ذلك، لأنه الآن يقتطع أراضي لمصالح المسلمين ومنافعهم. بل ومنها أيضا لولي الأمر حفظه الله أن يحمي بعض المراعي لنوع خاص من البهائم، فيقول هذه المراعي لا يرعى فيها إلا الإبل فقط، وتلك المراعي يرعى فيها الغنم فقط، وذلك لأن اختلاط الغنم في المرعى مع الإبل ربما يوجب فسادا على الإبل، فلا ترعى الإبل في مراعي الغنم في العام الأغلب، لأن الإبل لها طريقة في الرعي مؤدبة، وأما الغنم فإنها تخلط الأخضر باليابس وتأكل ما هب ودب، وأما الإبل سبحان الله فإنها تأكل أعلى النبتة وتبقي بذرتها لتكبر، وأما الغنم فإنها تطأ بأظلافها
وتأخذ بأسنانها النبتة كلها، فلا يبقى بعدها لا شذر ولا مذر. أو يقول مثلا ولي الأمر: هذا المرعى لخيول المسلمين الموقوفة في سبيل الله عز وجل. أو يقول: هذا المكان لمواقف المعاقين. فهمتم هذا؟ يقول: هذه مواقف للمعاقين، أو هذه مواقف للنساء، وهذه مواقف للرجال. فولي الأمر له ذلك، له ذلك. ومنها كذلك أن ولي الأمر له أن يقطع بعض الأراضي لبعض أفراد شعبه ليحيوها، سواء أخذ عليهم خراجا فيها أو قال: أحيوها 10 سنين وما بعد العشر فهي لكم. فلولي الأمر ذلك، حتى لا يبقى شيء من الأراضي أجرد أصفر لا نبات فيه. ومنها أيضا لولي الأمر أن يحمي بعض الأراضي فلا تدخل تحت دائرة البيع ولا التملك، كالمدارس فإنها أراضي لا تخضع للبيع ولا للشراء، وكالحدائق العامة فإنها أراضي لا تخضع للبيع ولا للشراء، وكالأراضي التي سوف تبنى مساجد فيما بعد تقتطعها الدولة ممثلة في البلديات، فنقول لا، لولي الأمر ذلك لا حرج فيه. وعلى كل حال فتصرف ولي الأمر على الرعية منوط بماذا؟ بتحقيق المصالح واندفاع المفاسد. هذا ما يخص هذا الباب، والله أعلم.